نادي تشيلسي الإنجليزي وضع حدا لانطلاقة نظيره ليفربول المثالية، فاز عليه بأقدام العبقري أيدن هازارد وأخرجه من كأس رابطة الأندية الإنجليزية. غضب جماهيري مصري لمغادرة الريدز لكأس كاراباو لعدم تمكنهم من مشاهدة نجمهم محمد صلاح ببطولات كثيرة. حملوا مدرب الفريق يورجن كلوب مسؤولية الهزيمة بعد تأخره في إشراك الفرعون المصري معشوق الجماهير. أكدوا أنه في حالة مشاركة صلاح منذ بداية لفاز ليفربول. جماهير تشيلسي طلبت بسحب جائزة بوشكاش لصالح هازارد، والمصريون أكدوا أن الريدز لا يساوي شيئا بدون صلاح، ردا عليهم.